حلقة جديدة، والنهاردة هنتكلم عن موضوع غريب شوية، بس أنا بحب المواضيع الغريبة شوية. بحب أتكلم في مواضيع مختلفة تخص توأم الشعر على قد ما أقدر. يعني في أساسيات لازم نتكلم فيها، طبعا اتكلمت فيها زي أي حد بيتكلم فيها. ناس كتير قوي يتكلموا في نفس الحاجات اللي أنا بتكلم فيها، ودي حاجة عادية جدا إن كلنا نتكلم في نفس الحاجات الأساسية اللي بتخص توأم الشعر. بس أنا برضو بحب أدور على مواضيع تخص توأم الشعر بس تكون مختلفة شوية، تكون أسئلة جوه دماغنا أكتر شوية. بحب أتعمق أكتر في دماغ توأم الشعر. خلينا نتعمق النهاردة في موضوع غريب شوية. أنا الموضوع اسمه لا تنفصل عن توأمك، افعل هذا بدلا من ذلك. التخلي عن توأم الشعر، يعني ازاي انت تتخلى عن التخلي عن توأم الشعر بدل ما تتخلى عن توأمك. فالموضوع عجبني جدا بصراحة، لانه انت كده هتختار الطريق الاصعب، انت كده مش هتستسهل، انت كده هتتخلى عن التخلي بدل ما تتخلى عن توأمك. ودي طبعا حاجة انا بشوف انها عظيمة جدا، وبشوف ان انت بتكون بتحاول كل المحاولات علشان الحب الكبير قوي العظيم قوي الغير مشروط اللي ما بينكو يعيش. غالبا بيكون هو المطارد اللي بيعمل كده، يعني في اغلب الاوقات في العلاقة دي هو اللي بيعمل كده. خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة ونبدأ في الموضوع. لا تنفصل عن توأمك. لما بتحس بالرغبة في الانفصال عن توأمك أو التخلي عن الرحلة بطريقة ما، بيكون معنى ده بجد هو إنه كأنه بيتم استدعائك عشان تتخلى عن الموضوع. لكن التخلي مش هو معناه النسيان التام أو التخلي عن شخص ما، زي ما احنا بنعتقد في كتير من الأوقات إن المصطلح ده هو معناه كده. لكن التخلي عن كل حاجة بقوة بيمنعك من إعادة الاتصال بشكل كامل مع أعمق ما لديك والأكثر إشباعا والأكثر الذات الأصيلة. غالبا ما بيدعونا توأم الشعلة للمستويات الأعمق من الاستسلام الداخلي، وفي لحظات استدعائنا لمستوى أعمق من الاستسلام على طول مسار توأم الشعلة، ممكن يفسر ده في الواقع من خلال عقلنا الواعي على إنه رغبة في التخلي عن توأمنا. توأم الشعلة ترك الرحلة نفسها. عشان كده لما بنتكلم عن الرغبة في الانفصال عن توأم الشعلة أو حتى محاولة الانفصال عن توأم الشعلة، عادة ما بنتكلم عن محاولة نسيان الشخص أو تركه من خلال العقل الواعي. ومع ذلك فرحلة توأم الشعلة لا تتعلق فقط بالارتباط الجسدي أو العلاقة مع شخص آخر، هي رحلة روحية وحيوية عميقة بتتضمن دمج وموازنة طاقتك الذكورية والأنثوية وتضميد جراح الماضي والمواءمة مع هدف روحك. لما بتحس بالرغبة في الانفصال أو التخلي، فغالبا ما بيكون ده انعكاس لمقاومة الداخلية أو الخوف. ممكن أنه يكون سببه شدة الاتصال أو التحديات اللي أنت بتواجهها أو الخوف حتى من الضعف والاستسلام. من المهم أن أنت تدرك أن المشاعر دي طبيعية وجزء من عملية النمو. بدل من محاولة الانفصال أو النسيان، من الأفضل التركيز على الاستسلام والتخلي عن المقاومة داخل نفسك، وده معناه إطلاق السيطرة والتوقعات والارتباط بالنتائج. بيتعلق الموضوع بالثقة في التوقيت الإلهي والرحلة نفسها، وأنا هديك بعض الخطوات اللي ممكن إن أنت تاخدها لما تحس بالرغبة في قطع الاتصال. أول خطوة هي التأمل الذاتي. خد وقت للتفكير في مخاوفك وانعدام الأمان اللي عندك والأنماط اللي ممكن تساهم في الرغبة في الانفصال، واستكشف أي معتقدات مقيدة مأيداك أو تجارب سابقة بتظهر على السطح.
تاني حاجة العمل الداخلي، حاول تنخرط في نفسك كده في الممارسات اللي بتدعم شفائك الداخلي ونموك. ممكن يشمل ده التأمل أو حتى تدوين اليوميات أو الشفاء بالطاقة أو العلاج. حاول تعمل على التخلص من أي أعباء عاطفية وتنمية حب الذات وقبول الذات. تالت حاجة الاستسلام والثقة. الاستسلام معناه التخلي عن السيطرة والثقة في الخطة الإلهية. ثق أن كل ما يجب أن يحدث لتحقيق أعلى درجات الخير ونمو الروح هيحصل في الوقت المناسب. وكمان الرعاية الذاتية والحدود، اعتني برفاهيتك وحط حدود صحية، ومن المهم أنك تدي أولوية لاحتياجاتك الخاصة وتنشئ بيئة متوازنة ودعمة لنفسك أنت. اطلب الدعم، تواصل مع الآخرين اللي بيمروا برحلة مماثلة، ابحث عن مجتمع داعم أو حتى اطلب التوجيه من حد ممكن يساعدك، استشاري في الحاجات في العلاقات دي أو معلمين روحيين ممكن يقدروا يقدموا لك التوجيه والفهم كاستشارة أو كحد قريب منك، أخ أخت صديق. يعني ما تخليش نفسك لوحدك كده. افتكر ان رحلة توأم الشعلة هي فرصة عظيمة جدا للنمو والتحول الروحي. هو مش طريق سهل دايما، لكن التحديات والدروس اللي بيجلبها ممكن انها تؤدي لتطور شخصي وروحي عميق. احتضن الرحلة بقلب مفتوح واستعد للاستسلام للتدفق الالهي للحب والنمو. في النهاية لما تحس بالرغبة في الانفصال عن توأمك او التخلي عن الرحلة، فدي دعوة للتخلي بقوة والاستسلام لنموك الداخلي الاول وتمكينك. الموضوع مش بيتعلق بنسيان الشخص او التخلي عنه تماما، بس بيتعلق باطلاق الكتل النشطة اللي بتعيق اتصالك بذاتك انت الحقيقية. من خلال تحويل تركيزك من الظروف الخارجية وتوأم الشعلة الى الشفاء والتكامل الداخلي الخاص بيك انت، ممكن ان انت تقدر على تجربة تحول عميق. احتضن الرحلة كفرصة لتحقيق التوازن بين طاقاتك الذكورية والأنثوية الداخلية وتضميد جروح الماضي والتوافق مع هدف روحك انت. افتكر انه مفيش قواعد محددة او جداول زمنية في رحلة توأم الشعلة، كل رحلة فريدة من نوعها، وانت عندك القدرة على تشكيل طريقك الخاص وخلق الحياة والعلاقات اللي بتجلب ليك السعادة والوفاء. ثق في العملية دي واستسلم للتدفق الإلهي، واعمل على تنمية حب الذات وتمكين الذات على طول الطريق. وبكده تكون خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا منها وعجبتكم. لو عجبتكم الحلقة ياريت تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الحلقة، ولو انتم أول مرة تسمعوني ياريت تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب الأول علشان يوصل لكم كل الحلقات الجديدة وتسمعوا باقي المواضيع اللي أنا هتكلم فيها، وإن شاء الله كمان تعجبكم برضو. أشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. مع السلامة.